مشكله نحن يعني من ينشر هذه المقاطع، مقاطع الظلام والله الا من رحم الله. ف يعني هذه الاشياء اصبحت اليوم تسمع اشياء يعني من قديم ما كنت تسمع، يعني مثل كفر ابليس هذه الايام تسمع والله اشكال اشياء طامات يا رجل، اشياء من المسلمات اليوم يشككوا فيها. يقول لك مين افتح؟ قال فلان، جوجل، كذا كذا كذا، مجلدات ممكن يرسل لك اذا اردت يعني على هذه القضيه مثلا. وهذا والله اشكال الحاد. حذرت رابطه العالم الاسلامي عندنا من ظهور بوادر الحاد، يعني في السعوديه المفتي كذلك تكلم اكثر من مره، الشيخ سديس خطب خطبه ايضا على هذا، وهذا الالحاد اشكال. هذا بهذه الاسباب الان يعني هذا الانفتاح اشكال. الشيخ الخضير حفظه الله شعبه الكريم يقول اخذت جوال من هذه الجوالات الحديثه، قلت يعني قبل النوم اسمع لمنظومه وكذا. هو الشيخ يعني سبحان الله كثير القراءة والاطلاع، فيريد بعد القراءة وبعد القراءة وبعد القراءة أن يسمع شيء حتى ينام. فقلت أخذت الجهاز وضعت فيه منظومة، وقبل النوم أقول يعني شغل المنظومة، يقول ظهرت لي صورة امرأة عارية تمام. فقلت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خذوا جوالنا رجعوا جوال القديم احسن. لو بقينا والله اخواننا على جوال الكاميرا، يمكن يعني اخواننا لو تسال مثلا بعض الشباب يعني قبل 10 سنين مثلا، قل ما تصورت انا، هو يقول عن نفسه، قل ما تصورت يوما من الايام اني ارى هذه الان اراها. واصبح حتى الانكار يعني بعض الشباب هدانا الله يرسل مقاطع، اكتب لك نهايه الموقع نهايه المقطع او الفيديو، يكتب لك عفوا المقطع يحتوي على موسيقى ونساء كاسيات عاليات، عفوا ونسل. طب من يتحمل هذا؟ بعض الناس يتعبك يعني يتعبك بهذه المقاطع، والله يتعبك. ايش تصنع يا اخي؟ حاضر وانتهي صح؟ حظ اول الواتساب وارتاح. مقاطع كذا يعني كثير الان من العلماء يذكر هذا، يقول اليوم يعني اوقاتنا الثمينه نضيعها بماذا؟ ها؟ بفراغ غيرنا، تفاهات والله تفاهات، تفحيط وكذا وكذا. انا ما خلقت لهذا اصلا، خلقت للتوحيد، وحد الله سبحانه، اذكر الله سبحانه وتعالى. هذه اشكالات اخواننا اليوم، هذه الاجهزه يعني دمرت كثير والله اخواننا، دمرت كثير. يعني تسال بعض الشباب يعني تسال مثلا والله تسال اركان الاسلام ما يعد هذا اركان الاسلام، تسال مثلا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما تصدق هذا الكلام. احنا عندنا اختبار معهد الحرم، اختبار القبول، هذا اختبار القبول اين؟ في الهند، في المدينه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 اختيارات: المدينة، الطائف، الحبشة. ممكن يكتب الطائف، ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وأوذي ورجع عليه الصلاة والسلام، لكن يكتب الحبشة إشكال كبير يا إخوان. دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اختيارات 3 منها مكة وكذا، هو في المدينة الاختبار، يكتب مكة مثلا أو يكتب الطائف، إشكال يا إخوان. هذه الأيام في مسجل هذا معروف في بعض الدول قريبة منا، من به هذه الأمة؟ يقول ما أعرف. تصلي؟ يقول ما أصلي. أقرأ الفاتحة؟ ما يقرأها. سورة الإخلاص؟ كثير يقول ما أعرف إيش سورة الإخلاص أصلا. ترى الخطأ يعني قد يتحمل الكل، اللي يعرف ولم يعلم، وهذا يعني لم يسأل، فقد يتحمل الكل اخواننا. فهذه المقاطع اليوم عندنا والله فيها اشكال، اشكال كبير. عفوا عفوا ايش اصنع؟ عندي واحد كل جمعه يرسل لي جمعه مباركه،
وأنا أكتب له بدع جمعة مباركة أكتب له بدع مش أسمع معه. في واحد مرة أرسل رسالة وكتب المهم كتب حديث وأرسل ثواني أرسل الحديث ضعيف عفوا مجرد ما قرأت الرسالة الثانية جاءت الرسالة الثالثة عفوا حديث حسن أرسلت له رسالة قلت يا أخي رصيني على بر ضعيف صحيح حسن ما أدري أرسل رسالة أيضا طالب ذكر فيها الأعمار التي يعني يجب أن تتوفر في الأضحية يعني الإبل البقر غنم ذكر مجرد أن أقرأ رسالة أنا قرأت رسالة عرفت أنها خطأ بدأت أكتب يعني التعديل لهذا وأنا أكتب أرسل رسالة ثانية قال الأولى خطأ أنا بدأت أكتب أن الثانية خطأ أرسل الثالثة على أن الثانية خطأ اتصلت عليه مباشرة خفت أرسل الرابعة تعمي كل الثلاثة خطأ قال أعطيني الصح قلت يا أخي قبل ترسل تأكد وبعض الناس ترى ما ينظر في الرسالة أصلا تأتي رسالة أرسل عن الكويت والله إحنا في السعودية يعني بعيدين عنكم يعني وين نحن نشوف بيننا وبينكم كم ما العلاقة أنا يرسل لي واحد يقول والله شركة في الكويت تبيع كذا وكذا وفيها مضار طيب هذا الكويت ليش العلاقة الآن في ترسل لي أنا المهم أرسل إنه الشركة فيها بلاوي وطامات المهم بعد قليل أرسل رسالة قال والله هذه رسالة أنا وثقت في من أرسلها لي وأرسلتها لكم ترى الشركة كويس هذا فيما يتعلق بالدنيا لكن في عندنا أشياء تتعلق بالعقيدة الآن يرسل لك ماذا قال فلان الضال الكافر في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيب هذه لو أمك ترسل المقطع بالله يرسله ها أبد لكن يرسل كلام على أم المؤمنين حتى يستمع الكل وبعدين قال كيف جاء الإلحاد هذا سبب الإلحاد شبهات الآن ننشر صحيح أم لا أي واحد مرة أرسل لي معي أخوان هذا واقعنا اليوم يعني أرسل لي صورة فيها ملتحيين ووتر بيضة ومعاهم سلاطين يعني الصورة ما فيها أي تعليق ولا كاتب شيء يعني لو كتب أسفل منها داعش أنا ارتحت صورة فقط يعني معنى هذا كلام على من؟ على أهل الالتزام فكتبت له رسالة يا أخي اتق الله يعني هذا طعن ما يمكن يكون هذا ولا بد تتوب إلى الله ضحك تعرف المضحك يرسل لي ها ولا يرسل صورة طبعا فضحك أرسل لي مقطع فيديو مقطع فيديو فيه نساء موسيقى والله مشكلة أخوان كان يقول مو عاجبك هذا الصورة أرسل لك فيديو الآن أردنا نرد على داعش ولا بد نرد الرد يكون رد علمي أو استهزاء وسخرية وصور وفيديو ونساء وموسيقى بالله يصح ما صنعنا شيء زدنا الأمر أصلا سوء على سوء رد علمي يا أخي رد بالكتاب والسنة ومن لم يتضع يتضع بالكتاب والسنة فلا عبرة فكيف أنت تريد الآن هذا من الداعش الآن تريد يتوب أو لا تريد تقيم على الحجة تقيم على الحجة بالكتاب والسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة حتى لو داعش أما بالصور بالهتافات بكذا بالسب بالشتم السب والشتم أخواننا والله أعلم يعني هذا ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا سب ولا شتم أما أننا نصنع سب وشتم وقصص وفيديوهات ونساء وأغاني وقل بعدين هذا داعشي طب حتى لو داعشي يجيز لنا هذا الغاية لا تبرر وسيلة عندنا ممكن تبرر وسيلة فهذا الواقع أخواننا اليوم والله هذه مصائب ترى عندنا وإحنا يعني كثرة المساس تميت الإحساس
يعني بعض الشباب تسأل اليوم يعني هل عندك تلفاز؟ يقول لا أعوذ بالله، أعوذ بالله والله ما أدخل التلفاز بيتي. صحيح؟ قال صحيح. طيب أعطينا جوالك؟ قال لا أبدا والله ما يمكن. في نساء؟ في موسيقى؟ في أخبار؟ نعم يعني تفرج أخبار. صحيح؟ إذا هذا عندي التلفزيون زيادة أصلا. صحيح لديه في الجوال، فهذا إشكال أيضا طامات يعني أخواننا، يعني لابد نهتم بهذه المسائل، لأن ترى أخواننا المعصية نسأل عام السلامة أول ما تبدأ يسير تكبر 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 صغائر، كثرة الصغائر تؤدي إلى الكبائر، كبائر تؤدي إلى الأصغر، أصغر يؤدي إلى الأكبر. تعرف أن بعض إخواننا كان في أول الأمر ينكر على داعش وكذا، أنت تعرف هذا، بعض طلاب العلم حتى بعض من ينسب إلى العلم صلى الله عليه وسلم الآن هو مع داعش بل ينظر إلى داعش لأسباب منها هذا، أسباب منها الإنسان يغتر بنفسه أحيانا يعني يستمع للشبهات، الشبهات إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، إذا رأيتم الذين اتبعوا ما تشابه منه. الله أعلم أني أطلت عليكم سامحوني. الله زين. أهم شيء يا شيخ أن الدعوة ها؟ لأن الصحابة يوم دشوا مصر دعوة ما جاهدوا وأسلمت مصر كلها. أما العثمانيين اللي أنت لا تسمي أحسن، هذه الأيام التسميات مشكلة. خلينا بدون تسميات أحسن، بدون تسميات يعني لو نقول يعني مثلا الآن لا هو شوف يعني ما أحد ينكر الجهاد أصلا، الجهاد عبادة أو عادة؟ عبادة، إذا العبادة لابد فيها من شروط وأركان واجبات تنتفي الموانع، نعم ما أحد ينكر الجهاد أصلا، لكن هل هذا جهاد؟ تعالوا نحكم الشريعة ننظر، إذا كان جهاد الحمد لله، إذا كان غير جهاد هذا ليس جهاد، إذا ما يقبل، فإذا كان جهاد ما أحد ينكر الجهاد أصلا، ما ينكر الجهاد مسلم، ما يمكن المسلم ينكر الجهاد أصلا، لكن أي جهاد؟ الجهاد الذي يكون بشروط وأركان واجبات تنتفي عن الموانع، كما في أي عبادة من العبادات. تفضل أخواننا لديه كلمات عليا، ترى المجال يعني ليس لي أنا والله تطاولت، تسامحون الله يزدكم، هذا من حسن الظن، جزاكم الله الله يبارك فيك. سؤال شيخنا، الحين شيخنا بعض الناس يعني يهون عليه يعني يعني يبعد عن الأمر المحرم، ولكن يصعب عليه يعني ويشق عليه التحفظ من حركة لسانه، تجد يعني صاحب ريبة صاحب ريبة صاحب يريد يعني كلمة توجيهية بعد شيء. والله هو هذه المسألة يعني ذكرت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سؤال عام يعني بعض الناس يشق عليه مثلا ترك المحرم بعض المحرمات، فأمور كثيرة منها كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنا منها الاستغفار، لأن الشيطان الآن إيش يريد منك؟ يقنطك من رحمة الله، فأنت تستغفر تستغفر حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغني بفضلك عن من سواك، صحبة الصالحين، ترى في أشياء عندنا ممكن يعني تكون بإذن الله سبب لدفع هذه الأشياء، مثل ما قلنا الآن الشيخ الخضير يعني ترك الجوال، يعني الآن مثلا الأب يقول أنا لابد في هذه الأيام مثلا عندي الأولاد يحلوا الواجبات وكذا مثلا على اللابتوب مثلا كمبيوتر لا أشكال، حتى لكن تضع اللابتوب وين؟ في وسط البيت حتى يطلع الكل ما في إشكال، حتى الأب الآن يعني الأب عندما يفتش الجوال يفتش قدام الأولاد ما يخفي عنهم، لأن إذا خفي عنهم ممكن الولد بعد فترة شك فيك